أهلا بكم في قناتكم لابد أن تعلم، المصدر الموثوق لثقافة بلا حدود. إذا كنت جديدا هنا فمرحبا بك، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. في هذه الحلقة سوف نتعرف على 10 أشياء لم تكن تعرفها عن رولز رويس. أولاً، يتم استخدام جلد السيران فقط للديكورات الداخلية لرولز رويس. نظراً لأن الجلد الفاخر مهم جداً داخل رولز رويس، فإن التأكد من أن كل بوصة خالية من الشوائب يعد أمراً ضرورياً. تقوم رولز رويس بذلك من خلال الاستعانة بجلد السيران فقط، لأن جلد الأبقار يمكن أن تحصل على علامات تمدد غير مرحب بها أثناء الحمل. علاوة على ذلك، فإن هؤلاء السيران يأتون فقط من أوروبا، حيث تؤدي الارتفاعات العالية إلى نقص في البعوض والحشرات الأخرى، مما يقلل من علامات العض على جلدها. ثانياً، يستغرق بناء رولز رويس فانتوم شهرين على الأقل. تم طرح فانتوم في العام 2003، وكانت أول سيارة رولز رويس تحت إشراف BMW، والدقة المطلوبة خلال الإنتاج عالية. يجب أن يتوفر أكثر من 200 قطعة ألمنيوم و300 قطعة من السبائك الحديدية الملحومة يدوياً. يتطلب التجنيد 75 متراً مربعاً من المواد وحوالي 17 يوماً لإكماله. يتم تقديم أكثر من 44 ألف لون مختلف للزبون، ويستغرق الأمر شهرين على الأقل لإكمال مركبة واحدة. ثالثاً، أغلى سيارة رولز رويس يبلغ سعرها 13 مليون دولار. تعرف على رولز رويس سويبتال كوبي، استغرقت أكثر من 5 سنوات لإكمالها بعد أن أقدم رجل أعمال ملياردير بطلبها في العام 2013. استوحي إلهام التصميم من خطوط رولز رويس الكلاسيكية للطرازات الماضية، بما في ذلك المواد الخشبية الداكنة التي استخدمها فريق البنائين. رابعاً، أكثر من 60% من جميع سيارات رولز رويس ما زالت تسير على الطريق حتى يومنا هذا. ركزت رولز رويس دائماً على تصنيع سيارات متينة ودائمة. ترجم الالتزام بجودة بناء فائقة أن ما لا يقل عن 65% من جميع سيارات رولز رويس التي خرجت من خط الإنتاج لا تزال تعمل وعلى الطرقات اليوم. خامساً، هونغ كونغ هو البلد الذي فيه أكبر نسبة من سيارات رولز رويس في العالم. هونغ كونغ تمتلك أكبر عدد من سيارات رولز رويس للفرد في العالم. كانت مستعمرة بريطانية في العقود الأولى، وكان لدى معظم الضباط البريطانيين ورجال الأعمال سيارات رولز رويس خاصة بهم، لأنها كانت تعتبر رمز المكانة المطلقة، مما يبرر وجود هذه النسبة العالية. سادساً، لدى رولز رويس برنامج تدريب خاص للسائقين. تتطلب السيارة المتميزة تجربة قيادة متميزة. يتعاطف الأشخاص في رولز رويس مع هذه الحقيقة، وقد توصلوا إلى تدريب مناسب لصقل مهارات السائقين في السيارات الفاخرة، تجربة رولز رويس وايت جلوف. تتضمن بعض الأداب التي يتم تدريسها في البرنامج عدم تحية الضيف مطلقاً بالنظارات الشمسية، وعدم وضع النظارات الشمسية على الرأس أو مؤخرة العنق أبداً عندما يكون الضيف في الجوار. هذه بالإضافة إلى العديد من الأداب التي يميل السائقون إلى إهمالها. سابعاً، أنفقت BMW عشرات الملايين من أجل حقوق الملكية لشعار السيارة الأمامي فقط. عندما اشترت BMW شركة رولز رويس من فولكسفاجن في العام 2002، احتفظت فولكسفاجن بحقوق The Spirit of XTC، أي علامة رولز رويس التي تظهر على مقدمة السيارة. بعد ذلك، طلبت فولكسفاجن 40 مليون دولار لنقل الملكية إلى BMW، والتي بدورها وافقت ودفعت المبلغ. ثامناً، يتم تصنيع معظم منتجات رولز رويس في مصنعها في أنديانابوليس الولايات المتحدة الأمريكية.
حولت رولز رويس قاعدتها تدريجياً أو بشكل متقطع من لندن إلى أنديانابوليس، أنديانا اليوم. يقوم المورد الصناعي الرائد في الولايات المتحدة بتصنيع وتوريد المزيد من منتجات رولز رويس أكثر من أي مكان في العالم. تقدر القوى العاملة ب4000 فرد يعملون في التصنيع والتجميع والاختبار والهندسة وغيرها من أدوار دعم الموظفين. تاسعاً، كانت فولكسفاجن تمتلك رولز رويس قبل أن تمتلكها بي أم وبي أم دبليو. في العام 1998 قرر فيجز بيع شركة رولز رويس موتورز، وكان المشتري الأكثر ترجيحاً هو بي أم دبليو التي زودت بالفعل محركات ومكونات أخرى لسيارات رولز رويس وبنتلي، لكن عرض بي أم دبليو النهائي البالغ 340 مليون جنيه استرليني قد هزم من قبل شركة فولكسفاجن البالغة 430 مليون جنيه استرليني. عاشراً، رجل واحد يرسم كل خطوط رولز رويس باليد. كان زوج واحد من الأيدي يرسم الخطوط على جميع سيارات رولز رويس على مدار 17 عاماً الماضية، وهما لمارك كورت. كان كورت يقوم بهذا العمل المعقد منذ أن افتتحت الشركة مصنع جودوود في العام 2003. إنها وظيفته الوحيدة، ويقال أنها تكسبه راتباً مكوناً من 6 أرقام نظراً لعدم وجود مساحة للخطأ. يعد الطلاء المقلم مجموعة فريدة من نوعها التي تلصق على الفور بعد طلاء السيارة، لذا فإن الأخطاء تؤدي إلى حاجة السيارة بأكملها إلى إعادة طلاء. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، ونذكركم أن هدفنا الأساسي نشر المعلومات لثقافة بلا حدود. لقد عملنا جاهداً لجمع هذه المعلومات وإيصالها لكم بشكل مبسط وسريع، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتسجيل الإعجاب وترك تعليقاتكم وملاحظاتكم، وشكراً لحسن المتابعة.